وإلى جولة في الملاعب العالمية، اقترب الحارس الإسباني الدولي ديفيد ديخيا من توقيع عقد جديد مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الفترة المقبلة. وذكرت شبكة ESPN أن ديخيا ينوي توقيع العقد قريبا، مما يعد ضربة موجعة لريال مدريد الإسباني الذي حاول ضم اللاعب عام 2015 وكان يرغب في ضمه مؤخرا. وأضافت الشبكة أن قرار ديخيا سيجعل ريال مدريد يفكر في التعاقد مع البلجيكي تيو كورتوا حارس فريق تشيلسي الإنجليزي. عبر اللاعب البلجيكي ميتشي باتشواي مهاجم بروسيا دورتموند الألماني عن استيائه من الهتافات العنصرية التي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمس أمام أتلانتا الإيطالي بالدوري الأوروبي، والتي انتهت بتأهل الفريق الألماني لدور 16 بنتيجة المباراتين بأربع أهداف مقابل ثلاثة. قامت جماهير أتلانتا بتوجيه إشارات وعبارات عنصرية خلال المباراة ضد مهاجم دورتموند مما أغضب اللاعب. وقال باتشواي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: نحن في عام 2018 وما زال تقليد أصوات القردة العنصرية في المدرجات. أمل أن وأضاف أن تكونوا تستمتعوا بمشاهدة باقي مباريات البطولة عبر التلفاز، بينما نحن تأهلنا، مختتما تغريدته بهاشتاج لا للعنصرية. أكد الإنجليزي وين روني مهاجم مانشستر يونايتد السابق وأفرتون الحالي أنه رفض الانتقال للدوري الصيني بسبب رغبته في الاستمرار على المنافسة حتى يمكنه استعادة مستواه الحقيقي. وقال روني لتصريحات لصحيفة ميرور الإنجليزية أنه يحتاج للعب تحت ضغط وهذا غير موجود بالصين، مضيفا إلى أن شغفه باللعب كان ليختفي لو أنه وافق على الانتقال للدوري الصيني. وعن عودته لنادي إيفرتون قال روني أنه الخيار المناسب بالنسبة له، مشيرا أنه يتطلع هو وزملائه في الفريق لمساعدة الفريق على التقدم. هاجم هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي لاعبي أرسنال عقب الهزيمة أمس أمام أوستراسوند السويدي بالدوري الأوروبي. وقال كين في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور الإنجليزية أن أرسنال قدم مثلا سيئا في المباراة، مضيفا أن أداء اللاعبين اتسم بالبطء الذي تشعر معه كأنهم ليس لديهم الرغبة في اللعب. وشن كين هجوما خاصا على قائد الجانرز جاك ويلشير حيث وصفه بالأسوأ على الإطلاق، مؤكدا أن الإعلام يبالغ في تقييم ويلشير أكثر مما يستحق.